فهد الله يمسيك بالخير. مساك الله بالنور طال عمرك. تسأل قبل أن نبدأ اللقاء شخصيتي زينة، اللي الله أعطاه القبول، لو يطلع يا حبيب أخو بدون شماغ. والله يا طويل العمر أنك هلجمتني الحقيقة، هذا الفصل بيض الله وجهك، هذا أطراء الحقيقة ما توقعناه. الله يجعلك على القوة دائما أبدا. فهد إيش صار عند اللجنة وإيش ردة فعلك المبدئية؟ والله اللي صار عند اللجنة أنك تقابل أديب مثل حاتم الشهري وقامة مثل الأستاذ فواز، هذا ينطبق فيه قول العبيد بن الأبرص: إذا حان الفريض حان الفريض دون الجريد. هيبة أمام قامات علمية، ولكن تم هناك نقاش أدبي. كيف الدكتور فهد منصور كان معك ولا يهون؟ طبعا ولا يهون، طال عمره مستمع جيد ورجل بليغ الحقيقة، وتم هناك نقاش أدبي استفدت منهم استفادة كبيرة كقارئ مبتدئ. هذا اللي حصل عند النجنة، ونسأل الله التوفيق لنا ولهم لبقية الشباب في هذا اليوم. فهد، من 10 كم تتوقع وجودك في البرنامج بناء على ردة فعل اللجنة؟ والله الحقيقة يقول إن البلاء موكل بالمنطق، نتفائل خير، نقول 10. عرفت، لكن ما في الضمير يكون على ما يكون رجع مثل الأسود، ما حد يدري شو راه. طيب، من 10 يا فهد بناء على اللي صار عند اللجنة، كم تتوقع نسبة دخولك البرنامج؟ والله يا طويل العمر حن نتفائل خير، نقول 10 إن شاء الله تعالى. والله يسر الأمر لي وللشباب الباقي. ما أدري ليش أنا متفائل لك خير كثير، ما أدري ليه. من طيبك طال عمرك، إن شاء الله إحنا أدينا صح، وإن شاء الله من الرسالة نجي نقدمها هادفة، وإن النية طيبة لنا متى ما صدقت النية زان كل شيء. الله يجعل نيتنا خالصة لوجه الله. آمين آمين. الله يوفقك يا فهد. في النهاية الكاميرا قدامك والمايك، طوع يديك، إيش تقول للمشاهد اللي بالآلاف يصلون للملايين يتابعون هاللقاء؟ أحب أقول للمشاهد أولا: احذر على وطنك ليولك، الله يدم علينا هذا الوطن. الأمر الثاني: اقرأ، في بكل كتاب ترتفع 10 درجات. الأمر الثاني: حافظ على لغتك الفصيحة، لأن عمر بن الخطاب يقول: علموا أولادكم اللغة فإنها تثير فيهم النخوة والمروءة. الأمر الرابع: لا تتبع من لم يكن لديه رسالة هادفة وتستفيد منه. ونسأل الله التوفيق لنا ولهم. هذه 4 وصايا أوصي بها نفسي وللي يسمع، وأنا أولى بالوصية هذه من غيري.